ما يمكن ما كانتش بصراحة كانت شميشة وخرجت خرجتكم معايا.
ومن بعد مشيت لبلاصه واحد البلاصه زوينه صراحه، خديت وين كما كتشوفوا ما ديتش الساك، من بعد شي باش يبان لكم ديال السكر والمكانه طيحوها لي الدراري هرسوها لي، خديت مكانه اخرى. وهاد المكازا هذه صراحه دخلت ليها لقيت فيها حوايج زويونين، غنشاركو معكم ان شاء الله مره اخرى. يعني ما صورتش دابا، مره اخرى غنمشي وغنصور. صراحه مكازا زويونه خير كاع من اكسيو، في داكشي زويون كاليتي. المهم قبيله كنقلب على الطوموبيل ما عقلتش فين حطيتها، راني كنقلب خليكم معايا. تقرقيب تقرقيب المهم رفعكم. يلا لقيت الطوموبيل ما عقلتش فين حطيتها، كاع بقيت نقلب نقلب حيت انا موالفه كنخليها حدا المكازا، ما كنحملش تكون المكازا هنا ونحط الطوموبيل بعيده، ديما كنحطها حدا المكازا. وهاد النهار جيت لقيت الدنيا عامره الصراحه عامره، وحطيتها شويه بعيده، وكنقول في راسي كنقول ما يمكنش نكون حطيتها تما حيت انا موالفه كنحطها غير حدا المكازا، كتبان لي الطوموبيل بحال ديالي من بعيد، كنقربها كنلقاها ماشي ديالي، عاد كنبقى ندور. المهم ما نطولش عليكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.